السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة وصور جديدة تقدر انك انت تعملها في البيت. في الحلقات اللي زي كده انا بعلمك ازاي تتصور في البيت، مش بس صور عادية، لا صور تكون فوتوشوب ويكون بتقدم منها فكرة وتكون مستمتع كده وانت بتعملها، لو انت من الناس المهتمية قوي بالتصوير والفوتوشوب والحاجات دي. وكمان المميز ان انا بعلمك تعمل الصور دي عن طريق الموبايل اللي في ايدك من غير اي خبرة، انت هتقدر انك انت تعملها، لان انا بشرح الحاجات فيها من الصفر، بداية من طريقة التصوير، بداية من طريقة الوقفة بالتصوير، وكمان ازاي انك تقدر تعملها وتدمجهم مع بعض ايا كان هي ايه الفكرة. وحلقة النهاردة معانا 3 صور جداد ابتديت ان انا اقدم منهم افكار كتيرة، هنبتدي ان احنا نشرحهم مع بعض النهاردة بالتفصيل. والحلقة بتاعت النهاردة هي الجزء الثاني، كنت قدمت جزء اول شرحت فيه برضو 3 صور كانوا مهمين وبرضو عجبوا ناس كتيرة الحمد لله. فتعالوا بقى مع بعض النهاردة نشرح 3 صور جداد من الصفر ونعرف ازاي بيتعملوا، بداية من التصوير لحد طريقة التطبيق والنتيجة النهائية ان شاء الله. بس ياريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك، سواء كنت على الفيسبوك او على اليوتيوب، ومتنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك. تعال بقى لموضوعنا النهاردة، يلا بينا. اول فكرة معانا هنتصور فيها صورتين. اول صورة هتجيب فيها ورقة كده وهتبتدي تغطي بيها وشك وتبعد جسمك عن دراعك عشان الصورة تكون مظبوطة ونقدر ان احنا نستخدمها. بعد كده هنروح للصورة التانية وهتتصور فيها صورة طبيعية تضحك فيها او تعمل فيها اي شكل انت تكون عاوز انك تعمله. بعد ما تتصور الصورتين دول هتطلع كده من التصوير وهتروح عند تطبيق بيكس ارت. اول حاجة هتعملها انك انت هتجيب اول صورة تصورتها، ومن التأثيرات هنا او اف اكس هندور على حاجة اسمها بلير او ضبابية اللي هي الافكت ده، وهنبتدي نختار اول افكت وهندوس على علامة الاستيكة من فوق ونمسح على كف ايدينا كده بالظبط زي ما انا ما بعمل. بعد ما بتمسح كده والمهم ان احنا نسيب الجسم يكون بشكل ضبابي ونركز بس على التفاصيل بتاعة الكف. وبعد ما بتضيف التأثير ده بتبتدي انك انت تيجي هنا عند استيكر او لاصق وهتبتدي تكتب هنا في البحث كلمة اسمها فوتو. المهم بعد ما بنكتب المصطلح ده عشان يجيب لنا الصورة اللي احنا عاوزينها هنبتدي ندور على الاستيكر ده. المهم انك انت هتختار الاستيكر اللي انت شايفه ده، وعشان ما تدورش عليه كتير هسيبهولك في وصف الفيديو في لينك عشان تقدر انك تحمله بشكل مباشر. المهم هنبتدي ان احنا نضيفه كده مكان الورقة، ومن علامة الاستيكة من فوق هنبتدي ان احنا نمسح بحيث ان احنا ندخله كده عند الايد ويبان ان احنا ماسكينه. بعد ما ظبطت كل حاجة من علامة الاستيكة ببتدي ان انا بدوس على علامة الصح من فوق هنا مرة واحدة، وببتدي اشيل التحديد من على الصورة بتاعتي دي، وببتدي ان انا باجي هنا عند اضافة صورة او اد فوتو، وببتدي اجيب الصورة التانية اللي انا اتصورتها. بعد ما بجيب الصورة اللي انا اتصورتها دي ببتدي ان انا بس باجي عند كلمة اسمها كروب او قص، وببتدي ان انا اوصها كده عند الاكتاف بحيث ان هي تكون صورة بورتريه لابعد الحدود. المهم ببتدي ادوس على علامة الصح وببتدي ان انا احطها على الصورة، ومن الادوات من فوق هنا هبتدي اختار تحريك لتحت او موف داون وببتدي ان انا بضيفها، ولو فيها اي شيء عاوز يتعمل ببتدي ان انا بدوس على علامة الاستيكة وببتدي ان انا امسحها لحد ما اضيفها تحت الكف زي ما كان معمول في الصورة بالظبط. بعد ما بتخلص تظبيط الصورة كده بتبتدي تدوس على علامة الصح، وبتبتدي من تيجي هنا عند الأدوات وتبتدي تختار حاجة اسمها كروب أو قص، وتقصها شوية من فوق وشوية من تحت، وتبتدي انك انت تحفظ الصورة عندك بالشكل اللي انت شايفه ده، تظبط برضو المقاسات بشكل يكون كويس، وعاوز تحط اي فلتر هيكون برضو ايه يعني هيضيف للصورة بتاعتك
لمسة كده وهيخلي الصورة بتاعتك شكلها جمالي. بالنسبة بقى لصورة رقم 2، هتصور صورة عادية جدا بس هسيب مساحة جنبي وهبتدي اركز على ملامح وشي بحيث ان انا هقدر استخدمها في الصورة بشكل كبير. بعد كده هطلع طبعا واستخدم بيكس ارت برضو وهبتدي اجيب الصورة اللي انا اتصورتها ومن علامة الادوات هبتدي اختار قص او كروب وابتدي ان انا اقص كده من عند نص المناخير وابتدي ان انا اكبرها كده واخليها كده صورة بورتريه وبرضو تكون عريضة لتحت كده شوية. بعد ما بعملها بالشكل اللي انت شايفه ده ببتدي ادوس على علامة الصح وببتدي اجي هنا عند اد فوتو او اضافة صورة وبجيب اي خلفية تكون سودة عندي، وطبعا هوفرها لك برضو في لينك في وصف الفيديو عشان الموضوع يكون سهل عليك. ولما بجيب الصورة كده ببتدي ان انا اكبرها على الصورة الاولانية بشكل كبير، بقلل بس الشفافية بتاعتها شوية بحيث لما ادوس على علامة الاستيكة من هنا ابتدي ان انا امسح كده على الجسم بتاعي وهو بس اللي انا عاوزه يكون ظاهر، بحيث برضو اغير الخلفية تكون لونها اسود بس. ببتدي برضو ان انا بعلي الشفافية وارجع تاني عند علامة الاستيكة بحيث لو في اي حاجات اقدر ان انا اعملها من علامة الاستيكة والقلم بحيث ان هي تكون على الخلفية برضو بس. وبعد ما بخلص خالص بدوس على علامة الصح من فوق هنا وببتدي برضو اجي عند الادوات وبختار كده الاداة كروب بحيث ان انا اخليها بس بقى على الجسم بتاعي، ومن فوق هنا برضو ببتدي ان انا اظبطها. وببتدي بعد كده باجي هنا عند حاجة اسمها قناع او ماسك وبختار حديث او دست وببتدي ان انا بس بقلله شوية بحيث ان هو ما يكونش على الصورة كلها. من الاستيكة ببتدي امسحه من على الوش وببتدي ادوس على علامة الصح، وبعد ما ضفت الافكت ده ببتدي اجي هنا عند اف اكس وبختار فلتر يكون مناسب على الصورة بتاعتي بحيث اقدر ان انا استخدمها، وممكن ان انا اختار هنا بلاك اند وايت هتكون الصورة بتاعتي شكلها مناسب. بالنسبة بقى لصورة رقم 3، هخلي مصدر الاضاءة يكون جاي من ناحية اليمين بحيث ينور الجزء اليمين بس، وهبتدي ان انا احط ايدي على نص وشي وهغمض عيني واخليها بالشكل اللي انت شايفه ده، وبعد كده هطلع واروح عند تطبيق بيكس ارت برضو وببتدي ان انا بجيب الصورة. وطبعا عشان تكون مناسبة ببتدي ان انا باجي عند الادوات، واول حاجة بعملها ان انا بروح عند الاداة كروب وببتدي ان انا اقصها كده بشكل يكون بورتريه على الصورة بتاعتي بس، بما انها هتكون صورة يعني ايه يعني فيها شوية عمق. بعد ما بعملها بالشكل اللي انت شايفه ده ببتدي ان انا اجي عند الادوات هنا وابتدي اجي عند الانسجام او كيرفز ببتدي ان انا بقلله شوية بحيث ان هو يديني الشكل اللي انت شايفه ده. بعد ما بقلله كده بشكل يكون مناسب ببتدي ان انا ادوس على علامة الصح وببتدي ادوس على اف اكس من هنا وبختار لو انا عاوز اختار فلتر يكون بلاك اند وايت ده حاجة ترجع لك، ولو عاوز تختار فلتر يكون من الفلاتر اللي هي دي اللي هي الالوان ده برضو حاجة هتكون ترجع لك، والصورة هتكون مناسبة وتقدر انك انت تستخدمها وتنزلها في اي مكان هتكون صورة مناسبة. ودول التلات صور اللي كانوا معانا النهاردة، هتلاقي لينك الصور اللي احنا استخدمناها في وصف الفيديو، وكمان هتلاقي لينك الانستجرام لو احتجت اي مساعدة ابعتلي هساعدك لحد ما توصل للحاجة اللي انت عاوزها ان شاء الله. كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، سواء انت كنت على الفيسبوك او على اليوتيوب ما تنساش انك انت تتابعني، وتنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعلق لان ده بيفيدني وبيساعدني ان انا احسن من المحتوى بتاعي. وانا يحيى الشافعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.